أكملي المثل، حباية على حباية تصير شو تصير؟ فختاية؟ كباية. لو كباية؟ كباية ما كمل، مو حباية على حباية تصير كباية. والإجابة صحيحة. يا أم حيدر، أم حيدر صار برصيدك الآن 1,000,000 دينار عراقي. حلوة. الحمد لله. الحمد لله. تاخذيها وتنسحبين لو تستمرين؟ لا استاذ بتوقف سؤال لاخي ان شاء الله. سؤال ان شاء الله ولا يهمك. انطيني 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 اختاري رقم. يلا محيدر رقم 15. يلا حلو هذا الرقم. يلا يا كره افتري. يلا افتري. يلا افتري 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 ويلا. يا الله يا الله رقم 15.